تراجع لبيب، الزمالك يشارك في القمة، الوزير دخل في الأزمة، مرتضى منصور الكل في انتظارك، منع الزمالك من المشاركة الإفريقية، هروب إمام عاشور، 4 لاعبين من الزمالك يطلبون الرحيل، عقوبة عواد، والحضري يهين حسام حسن. مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المثقفين الرائعين المميزين. شعارنا الله فوق الجميع، ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون ابيض. المثقفون الرائعون يلتقون في امسيه جديده من امسيات الجريء، وبرحب بحضراتكم يا اجمل ناس في الكون. فجرنا كل المفاجآت بالامس، وكل الدنيا طلعت واتكلمت على قناه الجريء الا الزملكاويه، يعني كل الناس اللي بتابع صفحاته والجروبات ما شافتش حد زملكاوي بيكتب على ما انفردت به قناه الجريء او تنفرد به. شكرا يا زملكاوي، شكرا يا زملكاويه، بس هيجي يوم تقولوا ولا يوم من ايامك يا جريء سبتنا ليه. على كل حال نجيب من الاخر للاول عشان عندنا موضوعات تانية نتكلم فيها. حديث الساعه ومباراه القمه، انا بسجل دلوقتي الساعه قدامي 3:06 دقايق، لم يتضح لاي شخص الزمالك هيشارك في القمه غدا او لا. انا اقول لكم بقى، الزمالك هيشارك في القمه غدا. شو انا مسجل الساعه 3 والله اعلم القرار يطلع امتى، بس اقول لكم واقول لكم الدلائل واقول لكم بقول كده ليه. بس خلينا ناخد الموضوع واحده واحده. خلينا الاول نتكلم بصراحه، الزمالك لعب 5 مباريات من الدور الثاني، ليه فكر دلوقتي انه فجاه لازم نكمل مباراه الدور الاول؟ في حاجه مش مظبوطه. واحنا امبارح كشفنا فضيحه الاتفاق اللي بين حسين لبيب والخطيب وبيهديه، انه بيهديه 3 نقاط الاهلي عايزهم، وقلنا ان حسين لبيب الذي يعمل لمصلحه الاهلي جاهدا منذ الدقيقه الاولى لتوليه المسؤوليه هو وبعض مجموعه من اعضاء المجلس، والاسباب الكل يعرفها، من اهمها ان هو الاهلي صاحب فضل في ازاحه مرتضى وجيبانهم، انهم حلوا مشكله كهرباء، شالوا قضيه نادي القرن، اشياء كثيره الذكي والفاهم والواعي بيفهمها. قال اما اللي ما عندوش ضمير وما بيحبش الزمالك كمؤسسه بيعبد الافراد فيقول لك لا، والمجلس ولبيب وناس مش عارف ايه، وبينسى ان في كيان اسمه الزمالك. فأنا متأكد والله 100% ان لبيب حتى لو ما لعبش الماتش ان هيخلي الزمالك يكمل الماتشات كلها بتاعت الدور التاني، ومش هيروح لا كاس ولا فيفا، وده كله لعب مشاعر جمهور الزمالك، وهو ومجلسه اجبن بكثير من اي خطوه لمصلحه الزمالك. بنقول بوضوح عشان ايه؟ اصل التزويق والكلام الفاضي ما ينفعش مع مثل هذه الشخصيات، لازم دايما نقول في الوش عشان يعرفوا ان الزملكاويه بيفهموا ما بيضحكش عليهم. الاهلي عايز 3 نقط والزمالك بيهديه 3 نقط. اقول لكم مين كان كاتب في الموضوع، الكابتن محمد عبد الجليل كان طالع في برنامج يقول لك ايه، شكرا لمسؤولي الزمالك بعد الاعتذار عن عدم خروج لقاء القمه، لان الفريق الابيض اهدى الاحمر 3 نقاط ثمينة في بطولة الدوري المصري، وإنه كان قلق من لقاء القمة. شوف الأهلاوية بيفكروا إزاي، شوف لبيب بيهديهم 3 نقاط إزاي. إحنا برضو حتى اللحظة اللي بسجل فيها بقول وبعيد وأكرر، لم يصدر قرار رسمي من إدارة الزمالك إنه هيرجعوا يلعبوا القمة، بس أنا بقول لكم 99% و9 من 10 الزمالك هيلعب القمة يوم الثلاث. ليه بقى؟ مش بنضرب الودع ولا بنجيب ليلى عبد اللطيف، في احداث، يعني في مهاجم في الزمالك بلغ اهله وقرايبه واحبابه ان هم في معسكر وان هم هيلعبوا الماتش، مش هقول اسمه عشان ما حدش في الزمالك يحاسب. ابو واحد السيد قال للعيبه كله في معسكر مغلق النهارده وبنستعد للمباراه. ابو واحد السيد اللي هم دول الكوره في الزمالك قال للعيبه كلنا بعد التمرين النهارده داخلين معسكر مغلق استعداد للمباراه. قال للعيبه، فدي الشواهد اللي بتقول لنا ان مجلس لبيب المتخاذل
هيرجع في كلامه، حتى اذا لم يلعب والله لا يروح لا كاف ولا فيفا ولا بتاع، هو بس عايز يهدي الاهلي الثلاث نقاط. طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ الوزير اشرف صبحي دخل في الخط النهارده وقعد قاعده مع حسين لبيب وقاعده مع احمد دياب من اجل حل الازمه. اشرف صبحي يمكن في اللحظات اللي انا بسجل قاعد معه. هتنجح مفاوضات اشرف صبحي؟ هتنجح. ليه؟ لان مجلس اداره نادي الزمالك مش مجلس قوي. عايز اطول عشان الحق انزل لكم الفيديو، هقول لكم بعض الاشياء، هقول لكم مين كان بيتكلم عن الموضوع برضو بياكد كلامي. ارجع بس عشان دخلت في الموضوع مباشره. الاستاذ احمد الهواري كتب في الفيسبوك ان المحامي الدولي نصر عزام حضر الاجتماع بتاع مجلس اداره الزمالك امبارح لمناقشه الموقف قانونيا، وكان في شخصيه مهمه من لها صله بالاتحاد الدولي، وتواصلوا مع مسؤول كبير بالفيفا لاستطلاع رايه في الازمه، وان الزمالك ممكن يقدم شكوى ضمن شعار الفيفا فير بلاي ويستندوا الحاجات، منها اخطاء في اداره المسابقه، اخطاء في دوره الترقي وما الى ذلك. ده اللي بيقول. قال لك بكره سيتقدم الزمالك بشكوى لجنه الانضباط ضد ثروت سويلم سواء تصريحات. بكره هيسدل ستار والكل يتراضى ونتفرج على المشهد الاخير. دي برضو ملاحظات للي بيفهم لما يتابع يقول لك الدنيا ماشيه ازاي. انا بقول بكل وضوح حسين لبيب ومجلس ادارته اجبن بكثير من انهم ياخدوا موقف لصالح نادي الزمالك. هما موقف لمصلحتهم، موقف لعلاقتهم بالاهلي والسجاده الحمراء كده، انما مصلحه الزمالك زيهم زي اللي بيطبلوا مرتضى جه نطبله، لبيب جه نطبله، بيعملوا آلهة. احنا بننسى الاشخاص، احنا بنحافظ عليك. على كل حال كان السيد دياب احمد دياب، وده لينا معانا كلام كتير بعد كده، رئيس الرابطه كان طلع وقال في برنامج تلفزيوني ان الزمالك لو ما شاركش في المباراه هتكون عقوباته قويه جدا وهيتم منعه من المشاركه في البطوله الافريقيه. هيتم منعه من المشاركه في البطوله الافريقيه. وقال كمان ان الزمالك الاتحاد الدولي مديله مهله ليعد 30 يونيو. 30 النهارده كام؟ 24، يعني 6 ايام بالكثير ليتمكن من المشاركه الافريقيه. لازم يحل ازمه القيد. طب نيجي نقول مجلس الاداره اللي من يوم ما جاله فلوس كهرباء وكتم عليها حسب كلامهم اللي بيقولوا استلمنا الفلوس و اللي مش عارف يحل مشكله لاعب واحد ولا مدرب واحد ولا حاجة، يعني حتى بتاعت روي أجرش قلنا ده الفلوس بتاعته قد بس شهر من اللي بياخده أحمد سليمان. مش هنتكلم عن مليارديرات الأعضاء مجلس الإدارة اللي بيطلعوا يرفونا ليه النهار بالكلام. فيعني دي شوية حاجات ممكن نرجع تاني نتكلم بعد قليل عن ماتش القمة. بس خليني أقول لكم عقوبة عواد، الزمالك قرر عدم إيقاف محمد عواد بعد خضوعه للتحقيق نتيجة اشتباكه مع حسام عبد المجيد خلال مباراة مصر الأخيرة، وهيتم الاكتفاء بالعقوبة المالية خاصة 25% من راتبه إلى عقوبة اللي تسرع بواحد السيد وقرر. هيبقى فيه تدريبات، مشترك في التدريبات بشكل منفرد على أن يعود للتدريبات الجماعية من جديد. عوض في التحقيق اعترف بالخطأ وقال أنه اعتذر لزميله بعد كده. الكلام كتير والله والمعلومات كتير عن ماتش القمة، بس حبيت أقول لكم بعض المعلومات. في معلومة تانية عندنا عن في 4 لعيبة دلوقتي متقدمين لطلب للزمالك إنهم هيرحلوا عن الفريق نهاية يونيو الحالي لرغبتهم في خوض تجربة جديدة مع نادي آخر بداية من الموسم الجديد. اللعيبة الأربعة هم محمود علاء، محمد عواد، ياسر حمد، إبراهيم نضاي. أنا قلتهم بالأربع أسماء اللي تقدموا طلبات رسميه لمجلس اداره نادي الزمالك ومدير الكره انهم عايزين يمشوا. هاخد منهم بس ياسر حمد. ياسر حمد لاعب كبير واحسن من حسام عبد المجيد واحسن من محمود علاء واحسن من اي حد، ولكن في واضح ان الشخص اللي جابه او الطريقه اللي جاب فيها في واحد في مجلس الاداره ما خدش سمسره، فمن الاخر عايز يخلص عليه. ياسر حمد افضل بكثير من مدافعي الزمالك ولاعب دولي ولاعب محترم، لكن لعبة السمسرة هي اللي هتبعده عن السمسرة.
انتقل لآخر خبر آخر، هروب إمام عاشور. الأخ إمام عاشور مطلوب الآن أمام النيابة. الأخ إمام عاشور ما راحش النيابة وهربان من الاستدعاء اللي جاله، وبيحاول عن طريق الفلوس إنه يصارع فرد الأمن بتاع المول اسمه عبد الله مصطفى. على فكرة عبد الله مصطفى كمان ده راجل خريج حقوق، ما علينا يعني، بس شفناه هو بيتضرب، كل العالم كله شافه هو بيتضرب. عبد الله محمود قال في تصريحات تلفزيونيه ان امام عاشور جه وكان منفعل جدا، مراته خرجت الساعه 5 الصباح من المول وهو جه وكان منفعل جدا وكان بيجري كانه بيجري في الملعب، والكل كان بيقول له يعني اضبط نفسك ما بتعرفش حد، ولكن هو انفعل وضرب اخ عبد الله مصطفى. بيقول ان امام عاشور كان بيقول لمراته كانت عكست، ولكن طبعا الكاميرات لا تثبت ذلك. مراته جت حسب الكاميرات يعني مع بعض افراد عائلتها، ومش مع بعض افراد عائلتها، ما كانش فيه اي مشكله. تعالوا نسمع شويه من مداخلته عشان نفهم ايه اللي بيحصل. الحكايه ان انا بمارس عملي، بادي عملي زي اي فرد واي مشرف واي انسان طبيعي في مجال عمل. يوم الأربعاء الساعة 7:15 صباحا، واقف في مكان عملي عادي طبيعي جدا، فوجئنا كان في عربيتين ثلاثة واقفين، فيهم ثلاثة ليدي وفيهم مجموعة من الشباب. حتى كان في فرد أمن معايا فبيقول لي حاسس إن هم جايين يعملوا مشكلة. فرديت عليه بطبيعة الحال كده، قلت له طالما بره عننا ما نتدخلش. في الأثناء دي جي كابتن مصر إمام عاشور عربيته بسرعة شديدة جدا، ويخد بوابة المول ونزل. ده الكلام ده الساعة 7 الصبح، 7:15 تقريبا، 7:15 صباحا. وراح دخل على بوابة المول كده بسرعة فائقة ومحدش عارف يتكلم معاه، بسرعة كأنه بيعمل سبرنت في ملعب. فالمهم بديت إشارة للأفراد بعدم اعتراض كابتن إمام إن هو في حالة ثورة، فلو حد وقف اعتراضه هيحصل مشاكل. وطبيعة العمل إن أنا دخلت وراهم بس إن أشوف طبعا الحالة الأمنية في المكان. فجاي من ظهره كده، يا كابتن إمام يا كوتش ما ينفعش الكلام دوت، طب نفهم في إيه، طب إيه اللي حصل. راح الكابتن إمام كده لف مرة واحدة وبدأ يشتم يعلي صوته، طبعا ألفاظ بذيئة، وعلى فكرة في ألفاظ منها بانت في الفيديوهات اللي معروضة على السوشيال ميديا كده. بدأ اللحظة دي لقيته جاي مدافع عليا جدا، وبيبدأ يمسكني من الشاكيت وبيبدأ يمسكني من القميص. تمام، هو يعرفك من إيه؟ يعني ليه بيمسكك أنت؟ عشان أنت عشان أنا المشرف، أنا المسؤول عن المكان، أنا اللي اتكلم. اتفضل. وبعدين هو يعني زي ما تقول هو في الوضع في الحاله دي هو يعني عايز يمسك اي حد، هو جاي يتخنق يعني على حد قوله. بس هو المفروض في الوقت ده المول قافل، يعني الساعه 7 الصبح ده المول قافل. على ادعائه يعني حتى المشهد كان في التلفزيون او في الشاشه عند سيادتك، على ادعائه ان المدام اتعكست خارجه من السينما الساعه 5 الصبح. ايوه، هو لما ابتدى يشتمك قال لك ايه؟ يعني قال لك ايه مشكلته؟ ايه الحكايه؟ يا اولاد تيت يا مش عارف ايه، انا مراتي اتعكست. طيب، طب هي مراتك اتعكست، احنا مالنا افراد انا؟ طب مراتك اتعكست ما اشتكتش ليه زي اي حد؟ تمام، بيحصل له اي مشكله وجيلك للامن، والامن على الفور وعلى طول، تمام، ومن غير اي تردد مهما كان الشخصيه مين، حقه ان احنا نتواصل معاه. طيب خلينا نرجع ورا شويه. هو حضراتكم كنتوا موجودين لما السيده زوجه امام عاشور اتعكست؟ موجودين فين يا فندم؟ احنا كده اوريدي موجودين في النوم، بس هل هي اتعكست امتى واتعكست فين؟ وما بلغتش ان هي اتعكست. انت ما عندكش اي بقى معلومه كنت عن الموضوع ده؟ اصلا هي لو كانت في وقتها في المكان اللي هي اتعكست فيه على حد قولها وعلى ادعائهم، تمام، الله اعلم اذا كان صحيح ام عدم، على حد قوله وعلى حد قولها، لو كانت اتعكست بالفعل كانت دي كانت حفله الساعه كام؟ على الكلام
اللي واصل واللي منتشر لما ان هي خارجه الساعه 5 حفله، يعني حفله الساعه 3 الا ربع خارج 5 في حفله سينما 3 الا ربع الفجر. الحفلات مستمره لحد الساعه 8 الا ربع في العيد. اوكي تمام تمام. فعلى حد قولها لو كان فانت ما جالكش اي علم انه كان في مشكله من كتيبه؟ يعني هي كان معاها كتيبه اصلا، يعني كان معاها شباب على ادعائهم كده ان هم اخواتها مع اخواته مع يعني ناس رايحين مع بعض السينما طبيعي. بالظبط. فانت اتعكستي في وسط المول جوه الساعه 5 الا ربع، طب فين الناس اللي كانت معاكي دي؟ طب ما تكلموش ليه؟ طب ما تخنوش ليه؟ ما تحموش ليه؟ طب ما عملوش مشكله ليه؟ طب ما وصلتيش للامن ليه علشان الامن يتدخل ويجيب لك حقك ثالث ومثلث وهتبقي ملكه معززه مكرمه؟ طب وانت معززه مكرمه طبعا عشان بس احنا ما يكلش علينا كلام لم نقل. تمام. ف ليه؟ طب احنا ما عندناش علم. طب جاي النهارده الساعه 7 طب تدور على طب انت قلت له ايه لما قال لك انا مراتي اتعكست؟ هو احنا هو لحق اصلا؟ هو ما بدناش فرصه يا فندم. الاحداث سريعه، يعني الاحداث هي بتتعرض دلوقتي على الشاشه، الاحداث سريعه جدا. طب بعد كده حصل ايه لما قال لك انا مراتي اتعكست؟ حصل ايه؟ وراح جاي ماسك في القميص، ماسك في الجاكيت. تمام. انا حاولت ان انا افادي نفسي فارجع لورا، جري ورايا، اتزقيت مش تمام منه، من الكابتن تمام، من امام عاشور، اتزقيت وقعت على الارض. لقيت الضرب فيا بقى من كل مكان، يعني الضرب فيا بقى من كل مكان، من زمايله اللي جايين معاه تقريبا من 10 ل 15 واحد. هي زي ما تقول ان هي عاملين حفله. طب وانت زمايلك كانوا فين؟ ما نجدوكش ليه؟ كانوا موجودين، كانوا بيحاولوا ان هم، بس انت بتتكلم ان احنا مش هنتخانق، مش هنعملها معركه. صح. احنا لازم نقدم، احنا ناخد حقنا بالقانون بقى، يعني طالما هو اكتفي بهذا القدر لان الموضوع كبير والموضوع دلوقتي شغال. اهلاويه بيعرضوا على الولد مبالغ ماليه من اجل التنازل، وهو موافق عشان برضه ما نكذبش، يعني هو موافق على انه ياخد، بس هياخد مبلغ ضخم جدا جدا جدا، يعني ممكن ياخد منه فلوس جايزه احسن لاعب في ماتش الزمالك، على فلوس اسمه اللي خدها قريب دي بتاع الاعلان، على على على، يعني المبالغ داخله في الملايين. اما ملناش دخل، خلينا دخل مبادئ النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتصرفش مع اللعيبه. أنا رأيي الشخصي إن إمام عاشور مضطرب في الفترة الأخيرة دي، مضطرب نفسياً ومضغوط، والله أعلم باللي بيحصل وربنا يعافيه من اللي هو فيه. طبعاً وأنا بسجل مع حضراتكم في تطورات في موضوع المشاركة في القمة، فهقول لكم آخر حاجة الجديد قبل أن أغلق هذا الفيديو. قبل ما ننهي، مرتضى احنا من أمس منتظرينك. أستاذ مرتضى منصور كتب على صفحته امبارح: انتظروا بعد قليل رأي المستشار مرتضى منصور بإقامة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، ودلوقتي دخلنا في 24 ساعة وكعدته انتظروني بعد قليل. القليل ده ما بيجيش غير بعد 5 أيام. الحضري يهين حسام حسن: كابتن حسام الحضري واصل حركاته القوية. تعال نسمع الإيه عن حسام حسن. مصر بإذن الله، يعني لو طلبك الكابتن حسام تبقى أنت مدرب حراس المرمى معاه، ما تشتغلش بأمانة ربنا، ما تشتغلش بأمانة ربنا. والله ما اشتغل. ليه؟ والله ما اشتغل. ما اشتغلش. طيب. لأن أنا واخد شهادتي من بره وتدريباتي من بره ومعيشاتي من بره وحاجات كتيرة يا كابتن مدحت. الموضوع مش وبعدين شغلي كله اشتغلت مع كلهم أجانب ما عدا الكابتن إيهاب جلال. يعني برضو احنا اذا كان البضاعه المصريه عندنا بلدي على راسي من فوق. اما زي ما انت قلت لك لا. اهانه كبيره للسيد حسام حسن، اللي انا كل شغلي من بره ونتائجي من بره وتدريباتي من بره وكله من بره. اخر كلام زي ما قلت لكم، مجلس لبيب بيتراجع، عامل اجتماع طارئ دلوقتي وبيقول لك حسب الكلام ان الوزير وعدهم ان هيمشي الحاج عامر حسين وهيمشي بيريرا ويحال الغندور والبن للتحقيق ويحال سويلة من الانضباط، والزمالك هيشارك غصبا عن التخين في الكونفدرالية دون دفع مديونية. أبو طيب، مجلس الزمالك مجلس لا يعتمد عليه، بيلعب بينا، بيلعب بأعصابنا، وزي ما قلت لكم من أول يوم مجلس مش رجالة وهيرجعوا في كلامهم وفي صفقة
واحنا فضحنا الصفقه، وبعد ما فضحنا الصفقه كده دلوقتي وعرف الناس كلها عرفت ان هم عايزين يدوا لهم 3 نقاط، هيقول لك هنرجع. يا رب بس ما ياثروش على اللعيبه والحركات اللي حصلت دي تاثر على اللعيبه، ونشوف فضيحه في الملعب بكره بنسبه 100% دلوقتي. وانا بختم هذا الفيديو، الزمالك يشارك في مباراه القمه غدا، على ما تسمعوا بقى الله اعلم الدنيا هيبقى فيها ايه. شكرا لحضراتكم، اراكم على خير غدا باذن الله يا اجمل ناس الكون.